يعمد الكثيرون هذه الأيام إلى العودة إلى الماضي بتراثه، وإن كان في قالب ممزوج بالروح العصرية، فالحنين إلى زمن الطيبين بات سمة عامة، خصوصا لدى من عاصر القديم ورأى الفرق بينه وبين العصر الحديث. نعم، فبعد 80 عاما من الانقطاع وحكاوي الأجداد، عاد المشروب الغازي الأقدم على مستوى المنطقة إلى الظهور مجددا، إنه النمليت. قصته وعودته نشاهدها في التقرير التالي. كم سمعنا عنه نحن الأجيال الجديدة ولم نره سوى في المتحف. زجاجة فارغة تعلوها كرة بلورية نعرفها شعبيا بالتيلة، إلا أننا نجهل طعمه وحتى لونه. نسمع أجدادنا يتحدثون عن شراب لذيذ الطعم بعدة نكهات مختلفة ذاعصيته على مستوى الخليج العربي، وكان المشروب المفضل في ذلك الزمان. طبعا النامليت يعني مشروب تراثي قديم، فهو مشروب عبارة عن شراب يعني غازي. طبعا أول ما نزلنا في دول الخليج طبعا مملكة البحرين في عام 1920، فطبعا من بعد انتشر في دول الخليج، انتشرت الفكرة، وطبعا احنا أحيينا الفكرة على أساس يعني شيء مرغوب فيه، شيء تراثي، شيء يعني الكل يفتخر فيه كشيء تاريخي أثري. الأجداد يروون عنه الحكايات، ذكريات جميلة، ضحكات وقصص حدثت في تلك الأيام في جلساتهم في المقاهي ومجالس الفريج والدكاكين التي تبيع النمليت. شيء أقول له شيء جيد أن اللي رجع النمليتي بعد هالكثر، أكثر من 60 سنة تقريبا، لأنه انقطع قبل الستينات فترة بسيطة. هذا النمليت في الستينات جات أشياء مشروبات ثانية، وكان الموجود الوحيد هو النمليت. بعدين جاتنا أشياء اللي هي غطت على النمليت، وصار فيها بعد أثناء النمليت يعني شرب النمليت صار فيه مراهنات على طاش مطاش. فلما ألقوا التيلة من الغرشة، كانت هي التيلة لأنها ما تطيش، لما التيلة تنقزينة تروح تحت ما تطيش القرشة، يابو خلوا عليها بوج، فكانوا يخضون كل يقعد يخض خض طاش مطاش وصير. كان أول مشروب عرفه أهالي الخليج في عشرينيات القرن الماضي قبل وصول المشروبات الغازية المعاصرة. النمليت يعني سمعت عنه من يوم أنا في الابتدائي، بس ما حصل لي الشرف أن أشربه ولا شفته. شفت بعض المشروبات الثانية لحقت عليها، يعني في الكويت أحد سألني وعنده غرشة، سألني عن هاي الموضوع. قلت له والله احنا ما جربنا المشروبات الثانية، قال شلون كان طعمها. فأعتقد أن في دول الخليج راح لأن عندهم فكرة عن النامليت البحريني. وبسبب عفوية اللهجة العامية تم تحريف اسمه من كلمة ليمونيد الإنجليزية إلى نمليت، الذي بعث من جديد بعد 80 عاماً.